عطونا العمل قبل العمل سامحوني ترى يا اخواني هذا العمل قصته باختصار. في شخص له عن اخته 6 سنوات مو بقطيعة، كان في الهند بعيد عنهم، واخته سافرت للدولة اللي هي بلدها الام، واخوها وين؟ في الهند، وكان يوم زواجها، وتحسر ويقول تمنيت اني اكون حاضر واهديها هذا العمل اللي الحين انتم تسمعونه كلكم، وبعدها نبي نقول من هو هذا الشخص. اعطونا هذا الاهداء لاخت الشخص اللي اسمها مرام. يلا بسم الله سام، يلا اعطونا الاهداء. الفرحة اللي انا حاسس بيها انا قادر اقولها ولا احكيها، اختي حبيبتي وضيع عيوني لعرسها الليلة حواديها، من يوم ما وعينا على الدنيا ما فرقناش بعضنا لو ثانية، على عيني انك تبعدي عني دمعتي مش قادر اخبيها، الفرحة اللي انا حاسس بيها لانا قادر اقولها ولا احكيها، اختي حبيبتي وضيع عيوني لعرسها الليلة حواديها، من يوم ما وعينا على الدنيا ما فارقناش بعضنا لو ثانية، على عيني تبعدي عني دمعتي مش قادر اخبيها، ووعي تنسي ان انا حضنك سرك اخوك سندك ظهرك، ووعي تخافي من اي حاجة وحاجب لك حقك لو ضايقك، ووعي تنسي ان انا اخوك ظهرك سرك أخوكي، ووعي تخافي من أي حاجة وحاجب لك حقك لو ضايق. طيب أخواني هذا العمل هو من أحمد عبد الرحيم إلى أخته مرام، استاهل، وكان يتمنى أنه هذا الإهداء يكون في زواج أخته، فأسأل الله أن يخليهم البعض يا رب العالمين. وكلماتك يا أحمد يا مرحبا، يلا حيهم، كلماتك يا أحمد عبد الرحيم ومشاعرك لأختك مرام بإذن الله أنها وصلت. أنت صحيح أنك ما حضرت لزواجها، لكن ترى هالكلمات تبي تعوض إن شاء الله. طيب محمد عيسى، طيب تمام، حياك الله يا أبو العز، حياك الله يا رشيد، يا مرحبا فيكم، فاتكم عمل حقيقة ودي كان سمعتوه، لكن معوضين إن شاء الله. لا 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 أنا أقول فات الشباب العمل اللي سمعناه. إيه صح، كفو عليك أبو سعد، سمعت العمل؟ ما شاء الله هذا الحبيب أحمد عبد الرحيم ما شاء الله يستاهل، كان في